هنبتدي الغرزة، عملت عينة من 20 غرزة وهنبتدي مع بعض ونشوف ازاي هنبدأ. هي غرزة البلسية اللي شكل زجزاج دي، هنعمل ايه؟ دي مثلا أول غرزة مقلوبة، أول غرزة نعملها مقلوبة، وإيه ننزل الخيط ونعمل 2 عدلين، 2 عدلين هناخد أول غرزة من ورا، هناخد إيه الغرزة اللي هي نسيب واحدة وناخد التانية من اللوب الخلفي أو من اللفة الخلفية بتاعتها كده، شايفين؟ اهي ناخد التانية من اللفة الخلفية من ورا، اهي اشتغلها اشتغلها. ونسحب، وبعدين ناخد ايه من غير ما نسلتها، ناخد بقى اللي قبلها، ناخد الاولى كده عدل برضه، وبعدين نسلتهم الاثنين مع بعض. هو ده الاختلاف بس في البليسيه ده، ان احنا ايه يعني ناخد واحده مقلوبه وناخد 2 عدلين، بس ناخد التانية قبل الأولى من اللوب الخلفي، والتانية الأولى اللي قبلها ناخدها عدل من اللفة الأمامية بس. بعد كده نطلع الخيط عشان نعمله احنا مقلوبة. نلف الخيط لتحت، نيجي عند الاتنين دول، ناخد دي اللفة الخلفية وما نسلتهاش، وبعدين ناخد اللي قبلها من اللفة الأمامية عدل عادي، وبعدين نسلت الاتنين مع بعض كده، نلف لورا كده، ناخد التانية كده من ورا اشتغل عدل وبعدين الأولى ناخدها من اللفة الأمامية بتاعتها عادي، وصلت الاتنين مع بعض، اطلع الخيط واشتغل واحدة مقلوبة، وهكذا لغاية ما اخلص السطر الطريقة دي. اخد التانية من ورا، اخد الاولى من قدام، وصلت الاتنين مع بعض مرة واحدة، وبعدين اطلع الخيط واعمل واحدة مقلوبة. بس اخلص السطر واوريكم بعد كده السطر التاني هيشتغلوا ازاي. خلصنا السطر الاول، في السطر التاني بقى هنبص نلاقي قصادنا ادي واحدة عدلة، 2 مقلوبين، واحدة عدلة، 2 مقلوبين، واحدة عدلة، 2 مقلوبين. نعمل ايه؟ العدلة ناخدها عدلة، اول واحدة عدلة هناخدها عدلة، وعادي ناخد عدلة. هنيجي على 2 مقلوبين بقى، 2 مقلوبين اهو، نلف الخيط لقدام، هناخدهم مقلوبين برضو، بس هناخد الأولى برضو التانية برضو قبل الأولى، نعملها كده اشتغلها كأنها اشتغلها، أسفل الخيط التالت وهرجعه. يبقى دي قمت زي ما قلت ايه خيط لقدام، واخد التانية الأول مقلوبة بس مسلتش، واخد برضو اللي قبلها بقى مقلوب برضو، وعن اسلتهم الاتنين مع بعض. بس انزل الخيط واخد اللي بعدها، شكلها معدل اهي، اشتغلها عدل، عشان اطلع الخيط 2 مقلوبين قصادي، اخد التانية الاول مسلتش، اخد ارجع اخد الاولى، بس اسلك بقى الاثنين مرة واحدة، انزل الخيط خد العدلة. يبقى سطر بيبقى فيه واحدة مقلوبة 2 مقلوبين واحدة عدلة، والسطر اللي بعده هيبقى فيه واحدة مقلوبة واثنين عدلين، 2 مقلوبين اهو، اطلع عينين اهو.
اتنين مقلوبين، احط دي الاول بس من غير ما اسلقها، اخد الاولى اظبط كده اهو. انزل واخد العلة واطلع واخد التانية المقلوبة قبل الاولى، اخدها كده بس مسلتهاش، واخد التانية، اخد التانية اللي هي اللي سبقها يعني، بس عايز اصحصحها كده بس، اخدهم مرة واحدة، يبقى بسلتهم مرة واحدة. خد واحدة عدل، اطلع الخيط، اشتغل اتنين مقلوبين، وهكذا باخد دي الاول من فوق اهي، بص كده خدها مسلتش، مسلتش، اخد الايه اللي قبلها بقى الاولى، وعن اسلت اتنين سوا مع بعض اهو، نزل واخد الواحدة العدلة وهكذا، واشوف السطر التالت هنشتغل مع بعض برضه. السطر التالت معاه اهو، هنلاقي بقى واحدة مقلوبة واتنين عديل، واحدة مقلوبة واتنين عديل. المقلوبة اهو باخدها عادي، واحدة مقلوبة الاتنين العدلين، قلنا ايه ننزل الخيط وناخد التانية الأول من اللوب الخلفي من ورا، والأولى من اللوب الأمامي أو اللفة الأمامية، هو بس مع بعض مرة واحدة. يبقى باجي من ظهر الشغل كده واجي عند التانية، عند الغرزة التانية اخدها من ورا عدل، بس من غير ما اسلت ايه، مش هسلت الغرزة، اطلع كده واجي عند الاولى اهي، اشتغلها من اللفة الامامية عدل عادي، اسلتهم مرة واحدة الاثنين، واشتغل الواحدة المقلوبة مقلوبة. ده السطر التالت زي الاول، انزل اهو، اشتغل دي الاول من ورا ودي من قدام، التانية اخدها من اللفة الخلفية والاولى هعملها من اللفة الامامية عادي، وصلت الاتنين سوا مرة واحدة، مش هسلت، هاخد دي الاولى اخدها من اللفة الامامية بس، وهكذا بكرر سطر زي السطر الرابع زي السطر التاني، والاول زي التالت وبس. تديني بلسيه على شكل زجزاج، هتشوفوا مع بعض طبعا بعد ما ايه ما اشتغل كام سطر، هوريكوا الشكل في الاخر. بيكون ده شكل الغرزة، ده شكل الغرزة بلسيه على شكل زجزاج، كده 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 متعرجة الغرزة، متعرجة كده زجزاج. على فكرة في غرزة نفس الشكل اسمها زجزاج بس مش بلسيه، هعملها في فيديو تاني. يكون ده شكل الغرزة، يا رب تكونوا فهمتوا معايا الطريقة، تكون عجبتكم الغرزة دي.